في كثير من الاطفال لا بيكون في فراغ بين اسنانهم وهي صوره طبيعيه لنمو الاطفال، لكن في بعض الحالات بيكون إلى اثر كبير بالمستقبل، ممكن تاثر على صحه الاسنان والفم عند الطفل، ممكن تسبب مشاكل تجميليه بالمستقبل عند الطفل اكيد. تمام نور، ورح نحكي اكثر اليوم مع الدكتور عماد الايوبي اختصاصي في علاج الاسنان وتقويمها. صباح الخير دكتور. صباح اهلا وسهلا فيك. يا رب اهلا وسهلا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. خلينا نحكي عن الفروق بين الاسنان. الاسباب يعني في منهم بعتبر هي حالات طبيعيه ببدايه السنوات الاولى وبتستمر بشكل طبيعي، بس في منهم بعض الحالات بتبقى يعني بكون المسافه اساسا بعيده بين الاسنان فبيبقى بعض الفراغات. الأسباب الأساسية لإلى هلا أول شيء مثل ما قلت يفترض نميز بشكل كتير مهم بين الفراغات الطبيعية والفراغات غير الطبيعية، لأنه كتير حالات بنواجهها فراغ بيكون طبيعي خصوصي عند الأطفال بأعمار مثلا 11 سنة 12 سنة بيراجعوا طبيب للأسف بسبب جهل أو إصرار الأهل أهو اللي هو يسكروا هالفراغ. هالفراغ إذا سكرناه ممكن يكون اللي إحنا بدنا إياه لحتى تبزغ أسنان دائمة بالمستقبل. صحيح. لهيك لازم نميز بداية بين الفراغات الطبيعية وبين الفراغات غير الطبيعية واللي لها كثير أسباب مختلفة. كل عمر والشيء الطبيعي بعمر ممكن ما يكون طبيعي بعمر ثاني. يعني مثلا الفراغ بعمر بالنسبة للأسنان المؤقتة بعمر مثلا 3 سنين غير بعمر 6 سنين. 3 سنين ممكن يكون غير طبيعي، بينما 6 سنين هلا بدهم يطلعوا الأسنان الدائمة بده يصير في عندنا وثبة نمو، لازم يكون في عندنا فراغات بين الأسنان. إذا ما كان في الأسنان الدائمة ما حتلاقي لها مجال إنه تطلع. لهيك لازم كل عمر في له حالة معينة للأسنان، فراغات بتكون موجودة أو غير موجودة، توزعها ممكن كمان يختلف. مثل ما حكيت لازم نميز بين الفراغات الطبيعية والفراغات غير الطبيعية. الفراغات الطبيعية إذا بدنا نحكي الشيء الشائع يفترض مثل ما حكينا بالأسنان المؤقتة تكون بعمر 5-6 سنين. بالحالة كتير بنواجهها وكتير أهلي بيسألونا عنها بداية بزوغ الأسنان الدائمة. يعني أول ما يبزغوا بيكون في عنا الأسنان كبار، في عنا فراغات بين الأسنان. صحيح. وطالعين باتجاه كل واحد باتجاه هو، هذا هو مسار البزوغ. كل الأهل بيراجعوا أنه أنا أسنان ابني كبير في عنده هالفراغات لازمه تقويم، بنقول لا، بهالمرحلة من العمر من 7 سنين لـ10 سنين لحتى يبزغ الناب طبيعي أنه تكون هالفراغات موجودة بالمنطقة الأمامية موجودة عنا حصراً بالمنطقة الأمامية. تمام دكتور، هل شرط أنه إذا كان في هي باللسة هي الزيادة ما بعرف اللجام الشفافة، تمام، هل هي شرط أنه يكونوا لازم الأسنان يكونوا رح يكونوا فرق بعد التبديل وهيك وبدها شيل هيدي بالنسبة للجام الشفة العلوية؟ هو شيء طبيعي موجود عند كل الأشخاص، يعني الجنين بيولدوا فيه عنده لجام، ولكن مع الوقت الشيء الطبيعي أنه يتراجع هذا اللجام لورا الأسنان لقبة الحنة. هلأ في حالات بيضل موجود فيها، بالحالات اللي بيكون رقيق ومو عامل مشاكل ما في داعي نتداخل عليه، بس في حالات بيكون سميك او بيكون شيء او بنسميه لجام منخفض، فبهيك حالات ايه بخلي يصير في عندنا فراغ بين الاسنان، وقد ما حاولنا نضبه ممكن حتى يعني باجراءات تقويم عاده بنضب هذا الفراغ، اذا كان اللجام موجود وما شخص الطبيب انه هذا اللجام موجود، مجرد ما فكينا التقويم او قمنا التثبيت يرجعوا الاسنان. لهيك كمان يفترض انه هذا اللجام ينقص، طبعا ينقص وبحيث انه ما يصير فيه العائق الاسفنجي اللي بين الاسنان، طبعا امتى بينقص كمان هون في تفاصيل كثيره، ما بيصير نقصه على بكير لحتى ما يصير فيه ندبه وتمنع يقربوا الاسنان على بعض، وما بيصير نتاخر فيه لحتى ما يرجعوا الاسنان، هالشيء بيرجع للطبيب بيقدر الوقت المناسب لحتى ينقص، بس مو دائما. لما نلاقي يعني كمثال كمان لنوضح الفكره، اكتشفنا عن طفل بعمر 6 سنين انه في عنده لجام منخفض، هذا اللجام المنخفض مؤدي لفراغ، غلط انه مباشره ننقص هذا اللجام، لانه مثل ما قلت حيصير في ندبه وبالتالي حتمنع انه يضبوا الاسنان على بعض، هذا الحل الامثل بالنسبه له بعمر 11 سنه 12 سنه لما بده يبزغ الناب بنقصه وبنخلي الناب لما يبزغ انه يضبوا الاسنان على بعض. بعمر صغير يعني. تمام، بس يعني مو بعمر صغير كثير، بالعمر وقت بده يبزغ الناب او نحن عم نساوي المعالجه التقويميه. طيب دكتور، ايمت بنقول عن هي الحاله فراغات بين الاسنان الاماميه انه هي حاله غير طبيعيه؟ يعني ذكرت العمر والحاله، لما نقول الاسنان دائمه بعد 11 سنه بيراجع كثير من الاهالي بخصوص هذا الموضوع، ايمت بنقول انه لا هون في مشكله يجب حلها؟ هلا بالنسبه للمشكله لازم نقسمها بين قسمين، مشكله تجميليه ومشكله لا وظيفيه انه ممكن تاثر. هلا غالبا عم تكون المشاكل بالنسبه للاسنان الاماميه مشكله تجميليه لا اكثر ولا اقل. يعني الفكره الاساسيه هي لنبسط الموضوع انه المورثه المسؤوله عن حجم الاسنان مختلفه عن المورثه المسؤوله عن حجم الفكين. لهيك ممكن ياخذ من الام مثلا مورثه حجم اسنان صغيره، بينما حجم الفك اخذه من الاب. لهيك صار في عندنا
بيطلعوا الاسنان في فراغات بيناتهم لانه حجم الاسنان صغيره. هي طبعا اذا بشكل طبيعي وراثي. احيانا لا، مو هيك بتكون المشكله، احيانا في عادات سيئه، مثلا طفل بيمص اصبعته، لما يمص اصبعته على هو الطريقه اللي بيمص فيها ممكن الاسنان يطلعوا لبرا، اذا طلعوا لبرا بيصير في فراغات بيناتهم. كمان هي مشكله مرضيه بالنسبه للفراغات، اذا كانت بعمر صغير ممكن تاثر على النطق، ممكن كثير احرف ما تطلع عنده. طبعا عم نحكي كل هالحكي على الفراغات الاماميه، لسه ما فتنا بقصه الفراغات الخلفيه اللي ممكن يكون لها مشاكل ثانيه كثير كبيره. تمام؟ بقى كل هي مشاكل مرضيه يفترض انه تتدارك، كل ما عالجناها بشكل اكثر كل ما كانت النتيجه افضل، وفرنا مشاكل كبيره على الطفل. تمام. دكتور عم نشوف يعني في كثير دكاتره عم تبلش تحط التقويم بعمر بكير نتيجه يمكن ظروف بناء الاجسام بشكل سريع عند الاولاد، ما بدنا نقول لهم اطفال، يعني عم نشوف يعني انا بتذكر انه كنا بالاعدادي تقريبا نحط التقويم مو بالابتدائي او باخر الابتدائي. خلينا نحكي عن الزمن الصح، او هو كل جسم بيحدد ايمت خرج ينحط تقويم؟ تمام، سؤال كثير حلو لانه كثير كمان بنتعرض له، انه يعني للاسف او مو بس بنتعرض له، احيانا بيسالونا يعني الاهل بشكل متاخر، يعني بيجونا احيانا اهل بعمر 16 17 سنه لسه مو حاطين لاولادهم تقويم، ليش مو حطيته؟ رحنا لعند الدكتور وقلنا استنوا ليطلعوا كل اسنانه. لهيك بنقول كل طفل او كل حاله، يعني بغض النظر عن طبيعه الاجسام، كل حاله في لها وقت معين للبدء بالمعالجه التقويميه. يعني في عندنا حالات مثلا شقوق الشفه وقبه الحنك بنبلش فيها بنحسن نعتبره معالجه تقويميه من اول ما يولد الطفل. في عندنا حالات اسعافيه، مثلا شيء اسمه عضه معكوسه، يفترض دائما الفك العلوي يكون يحتضن الفك السفلي. في عندنا بعض الحالات لا، بيكون في عندنا اما سن او مجموعه من الاسنان او الفك له الفك العلوي جوات الفك السفلي. هيك حالات لازم اول ما نكتشف الحاله، لو اكتشفناها بعمر 4 سنين او 5 سنين نبلش بالمعالجه التقويميه. في عندنا حالات بنحتاج لتوسيع الفك العلوي، بهيك حاله لا ممكن نبلش ابكر، كل ما بلشنا ابكر يعني عمر 6 7 سنين قبل ما الدروز الفكيه تتعظم ممكن انه نبلش فيها. في عندنا مثلا كمان حالات باعتبار عم نطرح امثله، في عندنا تراجع فك علوي. اذا بدنا نقدم الفك العلوي متى ما تجاوزنا بعمر ال 11 سنه غالبا ما بيصير في عندنا تقديم للفك العلوي، لهيك بنبلش فيه من عمر مبكر. بالمقابل في حالات لا بنتاخر لحتى يكتمل الاسنان، يعني الحالات اللي بتكون المشكله بالاسنان ما لها موجوده ضمن العظم، ايه بنأخر المعالجه التقويميه لحتى يكتملوا الاسنان، لحتى ما يضلوا عنا الاهل مثلا 5 6 سنين حاطين التقويم الاطفال، وبالتالي بيضيق خلقهم وبالتالي بيضيق. لهيك اذا المشكله سنيه، اذا بدنا نلخصها، اذا المشكله سنيه ممكن انه نبلش ليكتملوا بزوغ الاسنان يعني بعمر 11 12 سنه، اذا المشكله كانت لا في عندنا تضيق بالفك او في عندنا عضه معكوسه بنبلش ابكر قدر الامكان. في عندنا بعض الحالات اللي بنسميها معالجه وظيفيه، هيك حالات بنستنى لقبل وثبه النمو، يعني البنات بعمر 10 سنين الشباب بعمر 11 سنه لحتى نبلش فيها المعالجه التقويميه. هلا الاهل ما حيعرفوا شو المشكله عند اولادهم، صحيح، وما حيعرفوا امتى بدهم يبلشوا، لهيك نحن دائما بناكد على اهميه انه يفترض حتى طبيب الاسنان العام ما حيعرف امتى، لهيك يفترض تمام كل سنه، او اذا ما بدنا كل سنه على الاقل بعمر 6 سنين وبعمر 10 سنين يتم مراجعه اخصائي التقويم للاستشاره، سواء كانت المشكله واضحه او ما لها واضحه، لانه في اطفال الاهل كثير بيديروا بالهم عليهم، بيعملوا لهم كل الاجراءات الوقائيه، لهيك لا بيصير عندهم نخول ولا بيصير مشاكل. صحيح. ما بيحتاجوا يراجعوا طبيب. تمام، بينما ممكن تكون مشكله ما لها واضحه عندهم بتاثر على بعدين. لهيك دائما يفترض تصير في مراجعه لطبيب اخصائي التقويم بعمر 6 سنين وبعمر 10 سنين. بس قديش بيلعب دور جهاز التقويم لتقويم الاسنان؟ يعني سابقا كنا نشوف الجهاز يعني معقد بياخذ سنوات طويله، اليوم لا، عم نشوف احيانا في اجهزه خفيفه للاطفال متحركه بتخفف الضغط عليهم. هلا بالنسبه لجهاز التقويم يعني مثل ما كرشي تطور كمان. صحيح. جهاز التقويم كثير تطور، يعني حتى هلا كمان اللي شايفتيه انت معقد في غيره كثير مرقت فتره موضه. صحيح. يعني يجوا لعندنا ما في اسنان بس ركب لي تقويمك، اسنانك ما فيهم شيء لا ركب لي مشان يحط المطاط الملون اللي عليه. بس على كل في اشخاص لهلا انه ما بيحبوا منظر التقويم. صحيح. في عندنا خيارات بديله صارت كثير، يعني صار في عندنا سواء التقويم اللساني اللي عوض ما يتطبق على الاسنان من برا البريسز ممكن انه تتطبق من جوا، طبعا باستطبابات معينه وبحالات معينه وفي لها مشاكل معينه، عم نحكي هلا بشكل عام. في اخر شيء اللي نزل اللي هو اللي بنسميه التقويم الشفاف الانفيزيلاين، اللي هو يعني كشركه منه الانفيزيلاين، اللي هو عباره عن قوالب، عدة قوالب على هواء عن طريق الكمبيوتر بيتم
تصميمها بحيث انه يبدلها المريض كل فتره، طبعا لحالات معينه وباستطبابات معينه ممكن تكون بديل عن منظر الحاصرات اذا في حدا ما بحبه، مع العلم انه هي صارت يعني موضه يعني وكثير كثير منتشره، ما له هالشيء المزعج بالنسبه طبعاً. للاطفال. دكتور دائما مشكله العصر ومشكله المشاكل يعني انه نحن بنحط تقويم بنشيله، ما بنحط مثبت، ما بنتبع تعليمات الطبيب، بنرجع شو بصير؟ بيرجعوا الاسنان بيفرقوا اذا كانوا فرق او بيرجعوا بيتفشكلوا. ما هي ما بياخذوا يمكن يعني صح كل تحملوا كل هالوقت، بعدين هن بيشيلوا التقويم بيرجعوا الاسنان مثل قبل. اول شيء خلينا نحكي عن الفتره الزمنيه الصحيحه لوضع التقويم، ثاني شيء خلينا نحكي هل المثبت هو يعني بيثبت الاسنان؟ خلصت احنا ما بنستفيد من كل هالسنين لما ما بنحط المثبت، معقول؟ هلا يعني أول شيء من الاشخاص اللي عانيت من فراغات الاسنان، انا شلت التقويم رجع في فراغات كاني ماني حاطه. تمام. هلا اول شيء بالنسبه لفتره التقويم تختلف طبعا على هو الحاله. اوكي. يعني كثير في فرق، ما بنحسن نحددها في فتره زمنيه معينه، ولكن يعني مثلا عاده توسيفك علوي ممكن 6 اشهر كذا، اذا عندنا بروز ممكن انه اغلاق، يعني بيختلف بين مريض ومريض، بس ممكن من السنتين سنه ونص سنتين، وممكن تمتد لفتره اطول اذا كان في عندنا مشاكل فكيه وجهيه كبيره. اوكي. هلا بالنسبه لفكره التثبيت لحتى نبسط الموضوع، احنا عندنا السن موجود ضمن العظم ضمن رباط هو اللي ماسكه، هذا الرباط في له ذاكره بحيث انه مثلا بتتجدد بشكل مستمر، يعني بعض الابحاث بتلاقي انه الذاكره تبع ممكن تستمر لسنتين. شو يعني الذاكره؟ يعني مثلا السن بالاصل كان فاتح، نحن عملنا له روتيشن جلسناه حطيناه بمكانه، بتضل هالالياف عم تحاول ترجعه لوضعه اللي كان عليه ممكن لسنتين تضل. لهيك نحن بنحط بعد ما نفك التقويم بنحط التثبيت سواء كان متحرك او كان ثابت لحتى الرباط الجديد الالياف الرباطيه تتعود على الوضع الجديد وما بقى تحاول ترجع السله كان الوضع اللي كان عليه. هلا في حركات كثير ناكسه، يعني مثل ما قلت حركات الدوران اذا سن فاتل بالاصل ونحن جلسناه ممكن انه تنكس، لهيك فتره التثبيت بدها تكون طويله، بينما مثلا في عندنا بروز بالاسنان ونحن رجعناها للخلف وعملنا قلع بهالحاله، هون بالنسبه للنكس بيكون كثير قليل. لهيك يعني كل حاله فتره التثبيت تبعها مختلفه. لهيك في حالات ممكن نضل سنين عم نثبت، في حالات بنكتفي بالتثبيت لبعد يعني سنه، ممكن في حالات سنتين، لهيك بس التثبيت انه ضروري اغلب الحالات اي لازم يكون في عندنا تثبيت ضروري حتى ما يصير في عندنا نكس في المعالجه. طيب بالختام دكتور خلينا نعطي بعض النصائح لكل الاهالي اللي عم يتابعونا وممكن يكون اطفالهم بيعاني من فراغات بين الاسنان، انه الموضوع فعليا ما بيخوف اذا من البدايه عرفنا شو المشكله وعالجناها. هلا انا النصيحه اللي بنصحها انه ما نشخص نحن كاهل لاطفالنا، لا كلاطفالنا ولا لاطفال غيرنا. اي شيء بنشوفه معلش تمام، اي شيء بنشوفه بنحسن بنراجع الطبيب، لانه مثل ما قلنا ممكن تكون مشكله مو مبينه معنا، انه عادي عادي والله بنت عمه هيك كان عنده ومشي الحال، بنت خالته ما احتاجت لدكتور وهيك، لا اي مشكله بنراجع الطبيب هو بيعطينا التشخيص الصح. نفحص نحن مو غلط بس انه نشوف اسنان اطفالنا ونفحصهم بشكل مستمر، اذا شفنا شيء كمان ناخذهم عند دكتور لو بغير عمر 6 ل10 سنين، وباكد على قصه نصيحه انه كثير في عندنا مشاكل سنيه ممكن تاثر على الجسم بشكل عام، يعني ما لها محصوره بمنطقه بس بالفم والاسنان، لهيك كثير ممكن من خلال مراجعه صغيره انه نوفر على اطفالنا مشاكل كبيره بالمستقبل. نتمنى السلامه للكل وشكرا للنصائح اللي قدمت لنا اياها. ميرسي لك دكتور. الله يسلمك. شكرا لك دكتور.